صباح الخير يا شباب، اكيد النهارده هترفعوا راسنا وتكسبوا الماتش. ما تقلقش يا دكتور عاصم، احنا بقالنا فتره كبيره بنتمرن ومستعدين جدا. استنى يا وائل، لازم نحدد الادوات اللي هنستعملها لانها ممكن تنقل الجراثيم لايدينا. بالظبط، وننظف الادوات دي قبل ما نستعملها، وكمان بعد الاستعمال علشان نحمي زمايلنا. انا عن نفسي مش هستعمل ادوات، انا بس هسند على البنش والعب ضغط. في الحاله دي الافضل اننا نحط فوطه مثلا على البنش، وبكده تبقى منعت وصول الجراثيم والقاذورات لجلدك.